سلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ابو خالد. اهلا. خالد ما جاء من الطايف؟ لا، بس خليك من خالد. باين عليك مبسوط، ها؟ ابسطنا معك. انا يا بنت الحلال، اي مبسوط يا ابو خالد. واو يا اخي، زحمه برا، حر حر. لا، وجاء نظام ساهر يا ام خالد. ما شفتي ممر المشاه ذاك اللي كنا وقفنا ما فيها الحين راس، بعدين حط الحزام، بعدين اذا جيت تلف يمين ما ادري سهل ثانيته. نظام ساهر ذا بهذل بناه بهذل بناه يا بنت الحلال. ساهر ها؟ اي ساهر. حاط عطر نسائي، غريبه مع انك ما تحب العطور. اوه، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه. منهم؟ حقين الدعايه والاعلان، تعرفي يبخبخون الزباين، اذا مر الزبون وين؟ زي الهاتف اللي يعطونهم ارقامنا وحنا ما لنا دخل، تجينا دعايات، هذول نفس يبخبخون. ماشي، روح فوق غير ملابسك وانزل عشان احط لك الغرب. هلا عبش لبي من جاب ابو خالد وجابك يا ام خالد. هلا عبش لبي من ادى يجيب الريح جاب. هذا بابا عبد الغفور مسك الكبير. وش ذا؟ خير خير، ايش فيك؟ وشو الرساله؟ وش رسالتها يا بنت الحلال؟ لا تستهبل، الرساله اللي في الجوال حبيبي، لا تبطي علي. تتجسسين علي؟ لا تغير الموضوع، الرساله جاتك وانا فتحتها. من هذه وبسرعه يا بنت الحلال. شوفي الاسم المدير، مديري هذا، مديري. وكاتب اسمها المدير الجديد؟ انت تعرف واحدة ثانية؟ والله اعرف واحدة ثانية. وش ذا الكلام؟ انا اعرف واحدة ثانية؟ ما اقول انت يا ام خالد؟ ما في ولا واحدة. مصر تكذب ها؟ طيب خليك على كذبك يا عبد الغفور، انا اعرف من وين اجيب الكلام. لا يا عبد الحلال. سمي. والله ان ما خبرتنا حقيقة عمك يا جميل غير اذبحك. بابا عبد القافور، انا ايش ذنب؟ ما في ذنب يا جميل، هذه اوهام شكوك في راسها. جميل تبي تستر عليه تستر عليه، انا عندي رقم زوجتك ها بديرتك، بتصل عليها وبقولها انك تزوجت عليها الشغاله اليسا. خلي ولي 300، بابا عبد القافور زواج هذا. هيا عبد الرحمن. هيا عبد الله. هيا عبد الله، الله ذكرك الشهاده. هيا عبد الله، 25 سنه، ساكنة فيلا ليا، مدرسة، زواج في استراحة سكاتي، جيب طقاقات 5000، طقطق رقص، يا سري سر الليل. يا جميل يا نذل يا جبان. وانت بعد فاتشي عليه؟ لا يصير حطت له من حليبك في قوطي صلصة بعد ساير ولدنا. أنا ما في مجنون، روح واطي عشانك، عشان 300. أنا تتزوج علي يا عبد الغفور؟ أنا تتزوج علي؟ بعد ما تحملتك السنين هذه كلها؟ من قدر الله عليك. بس ما بيسمع منك كلمة. يلا يا جميل ودي بيت هلي. يلا مشينا. مشينا، بسم الله عليك يا هلا. بس والله ما سكت له الخاين الغشاش. أنا يتزوج علي؟ أنا؟ هذا بابا ما تنون، بابا عبد القافور ما تنون. وانت الثاني ليه ماشي مثل السلحفة؟ يلا بسرعة اسرع وني بيتالي. ماما أنا كيف أمشي اسرع؟ ماما هذا هنا، هذا الشارع كله كاميرات، هذا كله مراقبة، نظام ساهر، هذا كله المراقبة، بعدين سجل مخالفات، بعدين مسكين بابا عبد القافور مخالفات، بعدين فلوس خسارة. وش قلت؟ خسارة فلوس، هذا كله طريق، كله مخالفات، هذا بعدين هذا مشكلة بابا عبد القافور. أقول اسرع 120. كم؟ 140. سام 160 وانت ساكت. يلا بسرعة. وش ذا الرسالة بعد؟ مخالفة؟ الله لا يوفقك يا جميل، أنا ناقصك على هالمصاريف اللي عندي بعد مخالفة. الله الله.